السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ده فيديو احنا عاملينه، فكرته كده جات لنا ان احنا نعمل زي في نص ساعة ملخص لأهم أفكار المنهج لأي حد عايز يلم الإنجليش بسرعة، فوكاب وجرامر بسرعة. طبعا في الأول ده مذكرة كتاب اسمه توبرز، كتاب ممتاز جدا وناس يعني ممتازين عاملين حاجة كويسة. طبعا في الأول بدي لك كده بسرعة يا جماعة، تراجع الكلمات، في عندك كانت شارج أوف مسؤول عندي مهمة جدا جدا، كلمة أكونتس حسابات، يعني دي أهم الكلمات اللي أنت ممكن تحاول إن أنت تبص عليها. يعني انت لو حافظ كلمات ارجيو فور، يجادل من اجل. طيب عندنا شباب هنا بسرعة كده، لو انت عايز تراجع اهم طبعا الكلمات مهمة جدا، كلمة موفينج محرك للمشاعر، كلمة فينتينج يعني اغماء، ليكتشر محاضرة. بندور على حروف الجر اللي ممكن تفرق معانا. حاجات ما مهمة جدا جدا بسرعة كده، تخلي بالك لو جالك طبعا هنا 10 مينيت بريد، يعني استراحة لمدة 10 دقايق، 10 مينيت ما بناخدش فيها اس. طيب as far as I am concerned، على مدى اهتمامي، بيجيلك سؤال كلمة far. at midday، في منتصف النهار. في عندي كلمة شباب مهمة جدا جدا، give headache، يسبب صداع، دي ممكن تيجي في الامتحان. جيت confused، يبقى مرتبك، انا بقى مرتبك. graduate، لو جيت تخصص بياخد ان، لو جيت جامعة graduate from. طيب made into a film، تحول الى فيلم. في unit 2 عندنا كلمة aged، يعني في عمر، لما يقول لك هو مات في سن كذا at the age of. طيب conduct a survey، يقوم باستبيان. كلمة مشاكل صحية اقول health problem مش healthy. هو مؤثر influential، مؤثر. ان تشارج اوف، مسؤول عن، بتساوي كلمة يا جماعة responsible for. هي responsible for. set up an association، يكون منظمة. set in a circle، يقعد في دايرة او semi circle. طيب become past او part of history، يصبح جزء من الماضي. cut down، يقطع طبعا، cut down trees، يقطع الاشجار. ما تنساش ان كلمة داونلود ينزل حاجة from the internet، مهمة جدا يا جماعة، انما في upload يرفع حاجة، مهمة جدا. enthusiastic about، متحمس عن، enthusiastic about. انما لو جاب لك فوتبول او هوكي، جاب لك رياضة وقال لك تختار enthusiastic بس، انما enthusiastic about. at the age of، عمر كام سنة. born into، اتولد لعيلة غنية. بريك ذا ريكورد، يحطم الرقم القياسي. دو ويل، يأدي كويس. انتروديوس نيو ايدياز، يقدم افكار جديدة. مس ريكورد، يفشل في تحقيق الرقم. اوفر ذا مون، يعني سعيد جدا. سيوتابل فور، مناسب لي. بريك ذا ايس، لما يكون يا جماعة لسه أول مرة يتعرفوا على بعض، بكسر حظ. بريك ريكورد، يحطم الرقم القياسي. فوكس اون، يركز على، دي مهمة جدا 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 تحفظها. lighten the burdens، يعني خفف أعباء، lighten يعني خفف. طيب عندنا شباب at work، يكون في العمل، واحد يكون في شغله يبقى هو at work. خلي بالك ان في كلمة اسمها available for work، يعني متاح للعمل، مهمة جدا جدا. carry on working، يواصل العمل. go along with، او get along with، ينسجم مع، مهمة جدا جدا، مهمة جدا جدا. meet the deadline، يفي بالميعاد، الميعاد النهائي بتاعك انت، meet the deadline. مهمة جدا work on a project. go on a space walk، يكون بالمشي في الفضاء. look after، يعتني بي. stand still، يقف ثابتا. take off، معنى تقلع للطيارة. ما تنساش ان ليها معنى تاني احنا خدناه، اللي هو بمعنى يتغيب على العمل، او بمعنى يا شباب اللي هو ينجح. take turns، يتناوب الادوار، دي مفيش مشاكل. مهمة جدا جدا ان شاء الله في الامتحان. name after، name after يسمى باسم. الدول المتقدمة اسمها developed countries، الدول النامية developing countries.
بروس اند كونز، مزايا وعيوب. كلمة مهمة جدا، في كلمة يا جماعة مهمة جدا اسمها كواليتي تايم، يقضي وقت جيد مع ولاده، اسمها كواليتي تايم. تايم ترافل انتو سبيس، دو اكسبيرمنت يقوم بتجربة، دو دامج يقوم بتلف، دو دامج. لوز ويت يخسر وزن، عكسها جين ويت. في أول جملة لو جالك فول ستوب كده تختار كلمة اسمها أو كوما كده، تختار ثلاثي نظريا اللي هي بتساوي ان سيري، دي جت سنة عامة قبل كده. ان سيري دي يعني ثلاثي نظريا. ابلاي فور جوب، تقدم لوظيفة. يصل في الـ ان تايم، يصل في الوقت المناسب. يعني الشرطة وصلت ان تايم، قبضت على الحرامي قبل ما يهرب، دخلنا البيت ان تايم. انما اون تايم في ميعاد محدد، القطر مش في ميعاد. دو ذا اكونت دي مهمة جدا، يقوم بالحسابات. جين اكسبيرينس، اكتسب خبرة. خباك ان بيرسونال دي غير بيرسونال، دي بيرسونال شخصي انما دي شؤون عاملين. نوك داون يدمر، دو أجوب يقوم بوظيفة، كيب ان تاتش ويز مهمة جدا، بروفايد كورس فور يوفر كورس لحد، مهمة جدا جدا. انرول اون مهمة جدا. ليت اوف فاير ووركس، يشعل العاب نارية. ميك اب سونجز، يالف اغاني. سينج بيبي تو سليب، يغني للطفل عشان ينام. فاري يتنوع فروم بليس تو انس. ميد انتو فيلم، تحول لفيلم. كلير اب دي مهمه جدا، يزيل الغموض. جيف ليكتشر، يدي محاضرات. ترافل انتو سبيس، ورك اون بروجكت. طيب ما ننساش دو ميك، مهمه جدا. الفرق بين دو ميك، تركز على كلمه دو جوب يقوم بوظيفه، دو سيرفي يقوم باستبيان، دو دامج، دو اكسرسايز. اهم حاجه عندي في ميك يا شباب، عندي ميك ميستيك، ارتكب خطا. ميك ديسيجن عندي مهمه جدا جدا جدا. ميك ارينجمنتس، دي ممكن تيجي في امتحان. ميك فود، يصنع غذائه. ميك تايم تيبل، اهم واحده تركز عليها. ميك تايم تيبل مهمه جدا يا شباب، في اول يوم في السنه بيعملوا تايم تيبل، جدول مدرسه. طبعا جيت ليها كذا معنى، دي سهل. بريك يحطم someone's hearts، يحطم قلب حد. بريك ذا رولز، يخالف القواعد. بريك بروميس، يخالف وعده. بريك ريكورد، يحطم رقم قياسي. بريك ذا لو، يخالف القانون. كلمة اسليب نايم، اشور الى الشاطئ. اووك مستيقظ. الايف على قيد الحياة. الونج يعني على طول، امشي طول الشارع ده. اهيد يعني امامنا. زي ما قلنا دي مهمة جدا جدا. ميك تايم تيبل مهمة جدا جدا. وميك ريفيجن بلان، خلي بالك لو كانت دو ريفيجن ودو اكونتس، دول مهمين جدا ان شاء الله منهم واحده في الامتحان. دو ورك، دو ويل، ده كله بياخد دو. سفر فروم، يعاني من تريننج. خلي بالك تريننج ده انت فريق الكوره عنده تدريب بيعمل تريننج، انما انت مثلا بتنزل تمشى الصبح يبقى اكسرسايز. كلمه افيلابل فور ورك يعني متاح للعمل، يعني هو الراجل ده عنده مؤهلاته وفاضي عايز حد يعينه، انما الراجل ده ات ورك يعني هو موجود في الشغل. كلمه ريمايند، يذكرني بحاجه عشان ما انساش. زي ما قلنا تيك اوف يا شباب ليها اربع معاني، اهمهم ياخذ اجازه وينجح، دول اهم حاجه عندنا. تقلع الطائره ويخلع ملابسه سهله. ريتش، يصل، يصل الى مكان، يصل الى ايده، تصل الى حاجه اسمها ريتش. الحته دي مهمه جدا. ليس بتنفي، يعني تدي نفي، مثلا فيرلس يعني ما بيخافش. مثلا يوسفول ده مفيد. هومليس يعني مشرد ما عندوش بيت. تيستليس حاجه ملهاش طعم، دي ممكن تيجي في امتحان.
يقول لك الشوربه مش عاجباني تيستلس. طبعا اباوت تو على وشك واباوت تو تقريبا كل ده شباب اباوت تو. مهمة جدا جدا. ميك اب فور يعوض، ميك اب مايند ياخد قرار، ميك اب يعني يألف حاجة، جيف يوزع، يوزع حاجة، وزع ورق الامتحان، وزع حاجة، انما يتبرع اللي هي جيف اواي، يهب، يهب بدون مقابل. الاولاد لازم يدوا جيف اواي زير تويز فور تشاريتي، دي اللي ممكن تيجي في الامتحان ان شاء الله. جيف اوف يعني يطلع دخان او يطلع لهب، جيف اب يتوقف عن او يستسلم. امبلوي يوظف، امبلويبل قابل للتوظيف، ينفع يشتغل، دي مهمة جدا ما تنساهاش ان امبلوي ده الموظف، امبلوير صاحب العمل، امبلويمنت التوظيف. مهمة جدا يا شباب. بليزرد عاصفة ثلجية، داون بور ده مطر بينهمر، جيل يعني اعصار. الناس محتارة كلمة ريسبكت يحترم، ما عنديش مشاكل. ريسبكتد يعني محترم لانجازاته، يعني لو جالك قال لك عالم ولا مدرس ولا دكتور ولا جراح تختار ريسبكتد يعني عامل انجازات. انما ريسبكتابل حاجه الناس بتحترمها، لما يجي لك كلمه فاميلي عيله او جوب وظيفه او بروفيشن مهنه تختار ريسبكتابل. انت لازم تكون ايه؟ سلوكك لازم يكون ايه؟ ريسبكتفول، يعني انت بتحترم الناس. انثوزياستيك اباوت، انما انسوسيت فور متحمس ليه. زي ما قلنا لو جاب لك لعبه افوتبول تختار انسوسيت بس. طيب ماست اللي هو عمود الساري اللي هو بتاع السفينه، بس هنا في المعنى عندنا بتاع اللي هو تليفون اللي هو بيحطه فيه شبكه تليفون. انما كلمه بول ده اللي هو العمود، اي عمود خشبي كده او معدن نحط عليه اي حاجه. تاور يعني برج، وستيك عصايه. ديفيت يعني يهزم، ديفيتد منهزم صفه، ان انديفيتد غير لا ينهزم. ديفيت از ناون بقى، او ناون تيجي مع معنى شخص انهزامي، دي صفه برضه. ما تنساش طبعا اختصارات سي في، السيره الشخصيه، ديت اوف بيرث، تاريخ الميلاد، انفورميشن تكنولوجي. هابت، عاده شخصيه بتاعت انا، كاستم، عاده في المجتمع. كاستمري يعني من المعتاد، فخلي بالك الحته دي مهمه جدا. جوب وظيفه، ورك عمل، وركس اعمال هندسيه او اعمال ادبيه. كلمه بروفيشن مهنه، مهنه التدريس، مهنه الطب. يتخرج في تخصص ان، يتخرج من الجامعه فروم، خريج هو خريج ا جرادويت اوف. بوليتيشن ده السياسي، الشخص السياسي، انما لما اجي اصف حاجه بوليتيكال، عايز اقول اجتماع سياسي بوليتيكال. ريسايكل يعيد تصنيع حاجه، ريسايكلد معاد تصنيعه. معظم الصحف دلوقتي الجمله دي بتيجي في امتحان، مصنوع من ورق ريسايكلد. ريسايكابل قابل للتصنيع، حاجه ينفع نعيدها استخدامها تاني. امبريسيف مؤثر، يعني الاهرامات بتكون ايه؟ امبريسيف، درجاتك بتكون امبريسيف. افكتيف فعال. اوربت يدور حول شيء، انما سبين يدور حول نفسه، يقول لك دماغي بتلف كده سبين. لوكيشن موقع بتاع حاجة، انما سايت موقع بناء. بوزيشن يعني مكانة او وضع. ديستنجوش يعني مميز، ديستنكتيف يعني ديستنج، يا جماعة حاجة مشهورة اوي، حاجة مميزة، صوت مميز. لاند مارك علامة بارزة، الاهرامات هي اللاند مارك في الجيزة. لاند سكيب منظر طبيعي. مهمة جدا جدا انرول اون. كلمة فيريوس متنوع، يقول لك دي من ألوان مختلفة تختار فيريوس كولرز. A variety of مجموعة من، variety of مجموعة من. ده كده يا شباب كل التمارين أو كل التدريبات الموجودة على أو ملخص القواعد والكلمات لو أنت حافظها. ملخص الجرامر بسرعة كده. يلا يا شباب دي يعني احنا من ايه، نص ساعة كده ولا ساعة الا ربع تلم فيها يا ابني كل الانجليش. لو في حاجة واقفة قدامك يمكن ربنا يكرمك تفتكر حاجة. ما تنساش كلمة كواليتي تايم. طبعا هنا الباست سيمبل الماضي البسيط، تصريف تاني، دي كلمات الدالة، يسترداي، اجو، وانس، ان ذا باست، أي حاجة من دول تختار ماضي بسيط. جاست ناو تختار ماضي بسيط. ما تنساش إن في يوز دي تو، اعتاد أن بيجي بعدها المصدر، يوز دي تو، إنما ووز إن ذا هابت أوف تختار أي إن جي. طيب في عندنا الماضي المستمر، لو جالك قاعدة وايل كلنا عارفين إن وايل دايما يجي بعدها ماضي مستمر، ولو حدث قطعها ماضي بسيط، محدش قطع التاني، ماضي مستمر، ماضي مستمر. لو جت وايل من غير فاعل اي ان جي، وايل من غير فاعل اي ان جي. ما تنساش ديورينج، ديورينج اثناء، بيجي بعدها ناون، ديورينج ذا ماتش، بس في كلمه اسمها ديورينج وركينج اورز، اثناء ساعات العمل. الماضي التام بيبقى حدث خلص الاول اللي هو هاد فينيشد. افتر واس وناس قاعده واحده، بيجي بعدهم ماضي تام، ماضي بسيط، لو من غير فاعل اي ان جي. هافينج تصريف تالت. بيفور عكس افتر، ماضي بسيط، ماضي تام.
تيل وان تيل ما بيجوش غير في النص، يجي بعدهم ماضي تام وقبلهم ماضي بسيط منفي didn't. لو ما فيش didn't ينفع wouldn't والمصدر. نو سونر بنعمل مقص، بنجيب هاد الاول ونحط في النص زين. هارد وسكيرسي بنعمل مقص ونحط كلمه وين. طيب يوزد تو بيجي بعدها المصدر، انما جيت يوزد تو او از يوزد تو بيجي بعدها اي ان جي. طيب يونت 2 كنا بنتكلم عن المضارع التام. طبعا المضارع التام حاجه ليها اثر دلوقتي، ايه ده اللي حصل؟ اي هاف لوست ماي موبايل. طبعا ما تنساش طبعا جاست اوريدي وايفر ونيفر يت تو فور. ما تنساش ان كلمه هاز بين يعني راح مكان، هاز بين ورجع، هو مش هو راح رجع امبارح هاز بين، انما راح مكانه ما رجعش يبقى هاز جن. ادام يا جماعه ما رجعش يبقى هاز جن. طبعا سينس بيجي بعدها تواريخ الشهور ايام اسبوع. يستر دي لاست، بس لاست تاخد سينس، انما ذا لاست تاخد فور. سنه خمس سنين بتاخد فور. ما تنساش ان سينس ليها قاعده، جه قبلها مضارع تام انما بعدها ماضي بسيط. اتس الفتره، اتس الفتره سينس يجي دايما بعدها ماضي بسيط. طيب هاز جان تو يعني ذهب لمكانه ما رجعش، هاز بين يعني راح ورجع. ده يونت 2. يونت 3 بتتكلم عن اشكال المستقبل. لو جالك بكره اي عمر انسان جدي عنده كام سنه تختار ويل، عشان ده حقيقه مستقبليه. اي تنبؤ من غير دليل اتوقع اتنبأ تختار ويل. قرار سريع الباب بيخبط انا اللي هفتح، تختار ويل. افتح لك الباب اشيل لك الشنطه عرض، والوعود والتهديد وكلمه بي كيرفول بنختار ويل. امال يا مستر جوينج تو ناوي على ايه؟ لما يجيب لك مثلا كلمه انتند ينوي، او هاز بلاند يجيب لك بلاند دي مضارع، او انتنشن تختار جوينج تو، او تنبؤ بدليل السماء غيمت هتمطر يبقى ده از جوينج تو. لو جاب لك حاجه متخطط لها، حدث تم الترتيب له، يعني جاب لك كلمه والله ارنجد بلاند خططنا اتفقنا، يبقى تجيب مضارع مستمر. قال لك انا بعتزم مش هينفع اشوفك النهارده، اي ام ميتنج هابل اصحابي. لو جاب لك اي ميعاد طياره او فيلم تختار مضارع بسيط. لو جاب لك روابط، اي روابط زي افتر بيفور مضارع بسيط او مضارع تام، والناحيه الثانيه مستقبل. طبعا ما تنساش ان في مستقبل مستمر، يقول لك بكره من الساعه كذا للساعه كذا انا هكون اي ويل بي ترافلنج، هكون بسافر. ذيس تايم تومورو نفس الوقت ده بكره انا اي ويل بي ايتنج، هكون باكل. اهم واحد المستقبل التام، وده مشهور بكلمه باي ومعاها تاريخ مستقبل. دي ممكن تيجي بكره ان شاء الله في امتحان، او ما تلاقي باي او ان 3 ييرز تايم تختار ويل هاف فينيشد. جابها لك مبني للمجهول بتزود كلمه بين في النص. طيب ده كده بالنسبه ليونت 3. طيب بالنسبه ليونت 4 كانت بتتكلم على ضمائر الوصل. يونت 4 يا شباب كانت بتتكلم عن ضمائر الوصل. لو لقيت انسان عاقل بتختار هو، ولو مش موجوده ينفع ذات، بس خلي بالك لو في كوما كده ما ينفعش ذات. طيب لو جالك مفعول عاقل ينفع هوم مفعول عاقل، بس لو في حرف جر بقى ركز مع حرف الجر ده، ادي زمان الراجل حرف جر ما ينفعش غير هوم. لا ياتي حرف جر ولا مع هو ولا ذات، اللي حرف الجر مع هوم. اي حاجه غير عاقل ويتش وبتسويها ذات. طب لو في حرف جر يبقى ويتش. ما تنساش طبعا ان حروف الجر دايما تيجي مع ويتش. بتشوف الجمله الثانيه ابلوجايز فور تو فور ويتش، ريبلاي تو يبقى تو ويتش، مثلا مينت يقصد باي يبقى باي ويتش، راحت اجتماع يبقى ات ويتش، كونجراتوليت يهني اون يبقى اون ويتش. هوز ملكيه بيجي قبلها اسم وبعدها اسم، هو ده الطالب اللي فصله، هو ده الولد اللي ابوه هوز. طيب في عند الشباب وير طبعا في المكان، هي دي اسكندريه، حيث وير مكان، حيث قضينا اسبوع. ممكن اجيب لك حرف جر يبقى ما ينفعش وير، يبقى ساعتها نجيب ويتش، لان حرف جر بيجي مع ويتش. وخلي بالك ممكن اجيب لك اسكندريه واعرفها، هي دي اسكندريه، حي الاسكندريه التي تكون، يبقى ويتش بس. اي زمن بياخد وين، بس لو في حرف جر اجيب ويتش. واي بالمعنى تيل مي ذا ريزون، قول لي السبب، واي لماذا. كلمه وات دايما يجي قبلها فعل، انت سمعت وات هي سيز اللي هو قاله، او مثلا تيل مي وات. بنحذف ضمير الوصل لو جاي مكان مفعول، لو لقيت الجمله في امتحان فيها ويتش، اي بوت ات، ده ازاي ويتش مع ات، يبقى دي غلط. يبقى الاجابه بقى اشيل ويتش واقول مثلا اي ليرنت، ما حذفناه. لو الفعل مبني مجهول بشيل ويتش واشيل فيرب تو بي. الكتب اللي كتبها نجيب محفوظ اقول ريتن بس، المكتوبه، بدل ما اقول ويتش وير ريتن او ريتن. لو هو مبني معلوم بحط اي ان جي. ما تنساش ان الكلمات دي لو جت بنحط ذات، اي كلمه من دول بنحط ذات. طيب يونت 5 كان بيتكلم على الديستريبيوتيفز. اول دايما يجي بعدها حاجه من اتنين، لا اما يجي بعدها اسم مفروض لا يعد، اسم مفرد لا يعد، زي مثلا اللحمه اهي، يبقى از. انما لو جه بعدها اسم بيتعد جمع يبقى فعل جمع. ف
فتخلي بالك تشوف جاي بعدها مفرد يعني حاجه ما بتعدش ولا جمع. طيب all of them كلهم بتاخد جمع. post دايما يكون بيتكلم على اتنين، لازم يقول لك مثلا post هندس لازم جمع، دايما post تاخد جمع، ايديا الاتنين اي حاجه يا جماعه اتنين، post of تاخد جمع برضه. every ما بتجيش غير مع مفرد، اسم مفرد معدود، وساعات بتعبر على التكرار every week. each مع حاجتين اتنين، اسم مفرد بس اتش هاند ده الاتنين، وممكن اجيب اتش اوف، اتش مثلا اوف ينفع اجيب مع اوف، اتش اوف ذا بلايرز از، يعني في تركيبه اسمها اتش اسم جمع، اتش اوف ذا بلايرز فعل مفرد اهي، اتش اوف يجي بعدها اسم جمع بس الفعل بيكون مفرد. لما اكون بخيرك بين حاجتين يبقى ايذر اور او ايذر اور ونيذر نور او نايذر نور. لما يكون لو جالك نايزر نور بيمشي حسب الفعل التاني، يعني ولا انا ولا علي يبقى از. هاف دي اللي بتيجي في امتحان، واشهر حاجه كلمه هاف كيلو نص كيلو، ما احطش هاف اوف، هاف ان اور ما احطش يا جماعه الكلام ده. يونس 6 ما تنساش ان انت عندك سو لو يجي بعدها كلمه واحده بس صفه او حال تختار ذات، انما ساتش بقى لازم احط حاجتين، ساتش لازم احط ا او ان، لازم احط such a او an وبعد كده الصفه الاسم ذات، such a او an ذات لما يكون اسم مفرد، لو الاسم جمع او غير معدود ما احطش الا والان. طيب في اربع كلمات اللي هم كلمه mini، يعني كلمه little وماتش وميني وفيو، دول بياخدوا سو، انما a lot of تاخد such. تو الصفه تو المصدر، ودايما تيجي صفه سلبيه الامتحان ده تو difficult for me to answer، انما لو حاجه ايجابيه بجيب طبعا انف، انف اجيب قبلها الصفه او الحال، الولد ده سترونج انف. طيب يونت 7 بتتكلم عن الاكتف والباسيف، هي يونت 8 8 دايما عشان اعرف الجمله باسيف هتلاقي في الاختيار يجيب لك ماست بي ولا ويل هاف بين ولا، يعني دايما يجيب لك فيرب تو بي مع تصريف ثالث. ترجع لزمن الجمله وتدور على المناسب ام ويز وار، ده مضارع بسيط، وزوير يبقى ده ماضي بسيط، اللي فيها بينج ده مضارع مستمر، هاز بين ده مضارع تام، ووز اوير ده ماضي بسيط، ماضي مستمر بينج، ماضي تام بين. كل الافعال الناقصه بقى اللي هي جوينج تو از اباوت تو سيم تو ابير تو وسجست تو بنجيب معاها كلمه بي وتصريف تاني. طيب يونت 9 ما تنساش لو جالك بكره جمله اسمها ات از بيز ذات، ادام جاب لك ات، ما جاب لك ايت مع زاد تختار از نون، تختار باسيف يعني. طيب في عندنا يا شباب في يونت 9 كوزيتيف، الكوزيتيف هو باختصار شديد جدا يا شباب هو فكرته فجر واحده بس، ايه الكوزيتيف؟ ان انت لو لقيت هاف ولقيت بعدها عاقل، اهم حاجه ده يكون عاقل، تختار انت الانفينيتيف المصدر. طب لقيت جيت مع عاقل يبقى تختار تو بلس الانفينيتيف، فدايما تبص على المفعول، لو لقيت هاف مع عاقل مصدر، جيت مع عاقل تو المصدر. طيب افرض بقى هما الاثنين جاي معاهم غير عاقل، افرض بقى لقيت هما الاثنين جاي معاهم غير عاقل، يعني هاف او جيت تختار انت تصريف ثالث. يبقى هي دي فكره الكوزاتيف، تتاكد بس ده عاقل ولا غير عاقل، لقيت غير عاقل تختار تصريف ثالث. لقيته عاقل في شرح حاجتين، هاف تاخد مصدر، جيت تو المصدر. افرض لقيت غير عاقل ولقيت تصريف ثالث، يبقى هنا اي حاجه تنفع. هاف او جيت او جوت او تشوف الزمن كلمه الداله وتختار الكلمه المدلله. طيب يونت يا شباب 10 و11 و12 بيتكلم عن الدايركت والاندايركت. اول فكره في الدايركت والاندايركت زي ما قلناها قبل كده بتركز على ان يقول لك مثلا ايه، ده منى از بيز ذات شي وود ارايف، لو لقيت الزمن جوه حاجه ماضي يعني وود او هاد اي حاجه ماضي يبقى عايز هنا سيد او تولد، لو هي في مفعول بتكلمه تختار تولد، ما فيش حد بتكلمه تختار سيد، وينفع سيد دي تبقى كومبليند اشتكت بروميسد كده، لو في مفعول ما ينفعش غير سيد. طيب الفكرة التانية عكسها، يجيب لك هنا سيد أو تولد، يبقى أنت عايز زمن جوه هنا متحول ماضي. لو جاب لك في الاختيارات كذا واحدة ماضي ترجع لأصل الجملة، لقيت كلمة زن اللي هي ناو تختار ماضي مستمر. ذا دي بيفور ذا بريفيوس دي تختار ماضي تام. مستقبل ذا فولوينج تختار وود. لو جملة فيها حقيقة علمية ما بنحولهاش، يعني لو جملة حقيقة علمية هو بيقول لنا مثلا إن الأرض كروية، الأرض إيش زي ما هي. برغم إن في تولد. لو قال لي بره جاست ناو او امومنت اجو ما احولش الزمن. الجمله الامريه بنحط يا جماعه اسكت ونجيب يا اما تو المدرس اسكت اس تو مثلا دو اور هوم ورك. طب ما تعملوش يبقى نوت تو، ما تعملوش نوت تو. الجمله الاستفهاميه بقى اللي هي
اسكيد او وندرد او انكوايرد او ونتد تو نو، بنجيب اف او ويزر. وتخلي بالك من السبيلنج بتاع ويزر، عشان ممكن يا شباب ويزر دي طبعا تيجي اللي هي طقس. اهم حاجه وان شاء الله دي في الامتحان موضوع المقص، ان انا اجيب الفاعل قبل الفعل المساعد. يعني لازم اجيب هنا هي واجيب هاد، احولها كده. لو قلت هاد هي غلط، لازم المقص ده دايما يجي في الامتحان. في الجمله تلاقي وندرد اسكيد وونتد تو نو انكوايرد، دي جمله استفهاميه، يجيب لك اف او يجيب لك كلمه استفهام، تعمل مقص وتاخد بسم الله الرحمن الرحيم اللي فيها الفاعل اهو، الفاعل هي او علي قبل الفعل المساعد. ما تنساش ان الفيرب سجست وريكومند ده من حاجات متوقعه تيجي في امتحان، دايما يجي بعدهم اي، بس لازم يكون مباشره، يعني سجست واتشنج تي في على طول. انما هيجيب لك ذات ويجيب لك فاعل، يبقى تختار اللي فيها انفينيتيف مصدر، وينفع شود والمصدر. فتركز في دي، مهمه دي في امتحان ان شاء الله. سجست لو جه بعدها ذات، ممكن ذات ما تتكتبش، تجيب لك ذات بعدها فاعل، تختار مصدر او شود والمصدر. انما لو جاب لك فعل على طول اي ان جي. يونت 13 مش محتاجين منك شرح، محتاجين حفظ. تحفظ الافعال اللي بيجي بعدها تو المصدر، والافعال اهي يا شباب دي كلها بيجي بعدها اي ان جي. كلمه افويد يتجنب، ديناي ينكر، ادميت يعترف، او ادميت تو، دول بياخدوا اي ان جي. انما ديسايد يكرر، اكسبكت عندنا كلمه، وونت يريد، اوفر يعرض، ليرن، كل ده بياخد تو المصدر. تخلي بالك من الحاجات المصطلحات اللي هي جت زي السنه اللي فاتت، اللي هي لوك فورورد تو، اي كانت ستاند، لا اطيق، بتاخد اي ان جي. عندي حاجه اسمها يا شباب اتس وورس، دي ممكن تيجي تاخد اي ان جي. وود يو مايند، الحاجات دي كلها ديو تو، بياخد اي ان جي. طبعا ما تنساش ان الافعال اللي هي زي كلمه لايك، كلمه الشباب لايك ولاف، ينفع الاثنين، بس لو جه قبلها كلمه ايد، ايد لايك، ما ينفعش غير تو المصدر بس. الشغل كله في كلمه ريميمبر وكلمه ستوب، ما تلحقش بص نفسك. كلمه ريميمبر تذكر ان هو يعمل حاجه، هو تذكر ان هو يروح يشتري، تختار تو المصدر. انما ده هو افتكر ان هو زمان عمل كذا، تختار اي ان جي. يبقى اي حد افتكر حاجه حصلت قبل كده تختار لي اي ان جي، انما لسه افتكر هيعمل حاجه تو المصدر. هو فورجوت نسي تو باي، نسي ان هو يشتري، يبقى ما اشتراش. انما هو فورجوت باينج، نسي ان هو اشترى. كلمة ستوب عشان هي أكتر واحدة بتيجي في الامتحان. هي ستوب تو إيت، توقف عشان ياكل. يبقى هو كان بيعمل أي حاجة، كان بيذاكر، ستوب دي ليه؟ تو دي عشان يعمل حاجة دي، تو إيت. إنما الأي إن جي حاجة كان بيعملها، يعني هو أول ما سمع جرس الباب عمل إيه؟ هي ستوب دي إيتينج، توقف عن الأكل. تو عشان أنسر. فمحدش يتلخبطك، ما هو توقف عن الأكل عشان يرد، إنما هو توقف عن الأكل. فخلي بالك انما توقف عشان احنا لما وصلنا عند الكافيتيريا توقفنا عشان ناكل، يبقى تو المصدر. وانا رايح المحطه توقفت عشان اسال عن منى، يبقى تو اسك. انما الراجل ده توقف عن الكتابه اي ان جي، توقف عن مشاهده التلفاز وقال ده حاجه سخيفه اي ان جي. انما هو توقف عشان يشاهد، يبقى تو المصدر. كلمه ريجريت ياسف، ليه هيعمل لسه حاجه؟ لسه ما قالش ياسف تو. انما ندي من هو راح السينما فيلم ممل اي ان جي. تراي يحاول، بيجي تو المصدر، انما بمعنى يجرب اي ان جي. جو اون يستمر، لو قال لك استمر في نفس الحاجه تختار اي ان جي. انما لو قال لك بعد ما خلص اكسرسايز ايه راح مكمل تو دو عشان يعمل اكسرسايز بي. اخر يونت عندنا يا شباب يونت طبعا اللي هي 14، ولازم تفهم لو جالك بكره دعوه، يعني لازم يا جماعه لو جالك بكره دعوه قال لك لازم تيجي تزورنا تختار ماست. لازم تيجي تجرب اكل والدتي، اختي عامله كيكه، تختار ماست. أو نصيحة قوية، أو بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو صيغة القانون. صيغة القانون دي تبقى جمع، مش أنت ولا علي ولا أحمد، يقول لك السواقين دي ماست، الركاب اللي مش عارف المسافرين ماست، ده قانون بيتكتب كده. أو إلزام داخلي، لازم أجيب عيش، لازم أطلع الأول، لازم أتصل بأصحابي، كل ده بناخد ماست. أي حاجة ما تعملش ماسنت، أوعى يا ابني تركن هنا ماسنت، أوعى تشرب من ده ماسنت. في كلمة اسمها هاف تو، وده إلزام خارجي ينبغي عليك، لازم تكون في شغلك الساعة 8، لازم تلبس يونيفورم، لازم تطلع رخصة. كل ده بياخد هاف تو، أو هاف جود تو، ينفع هاف جود تو أو نيد تو، التلاتة بيساووا بعض. بس لو مفرد بضطر أحط هاز. لو مفرد بضطر أحط هاز يا شباب، هاز هاز تو ولا هاز جود تو ولا نيدز تو. افرض جاب لك جملة ما فيهاش إلزام، يعني افرض جاب لك جملة براحتك. يا عم النهاردة أنت مش محتاج الحاجة دي، يبقى دونت هاف تو، don't have to، don't need to، needn't have، وتصريف تاني. اي حاجه براحتك، انت مش ملزم، يبقى انت يا جماعه don't اهي، don't needn't ما بتاخدش to، don't have to، don't need to.
براحتك. علي هيوصلنا بعربيته، يبقى انت دونت نيد تو تيك تاكسي. عربيتك نظيفه، يبقى انت دونت نيد تو ووش ات. مع المفرد دازنت، بس دازنت ترجعها اصلها هاف تو. لو جالك سؤال دو او داز، اي بص نفي او سؤال بترجع هاف تو. اي الزام في الماضي كان لازم تعمل حاجه دي في الماضي، هي كلمه واحده اسمها هاد تو. علي كان عيان امبارح، كان لازم يروح المستشفى، هاد تو. اي حاجه مع في الماضي هي كلمه هاد تو، الزام داخلي خارجي، ادام الجمله ماضي هاد تو. طب امبارح كان اجازه، يبقى نفيها didn't ورجعها لاصلها didn't have to، بتساوي didn't need to، بتساوي needn't have، وتصريف تاني. بس في حاجه بقى، امبارح الاجتماع اتلغى، انا ما روحتش، didn't have to go، didn't need to go. انما لو واحد عمل حاجه وهو ما كانش محتاجها، لازم تختار needn't have دي بس. ايه اللي خلاك اشتريت السكر ده؟ احنا عندنا سكر كتير، انت كده مصرف. يبقى انت عملت حاجه واحنا ما كناش عايزينها، يبقى لازم needn't have وتصريف تاني. المستقبل will have to او have to. يبقى ده يا شباب ملخص لكل الانجليش، الكلمات وحروف الجر وكل الجرامر. حاولت اعمل لك كده تقريبا يا جماعه في وقت قليل جدا، عشان ربنا يكرمك تسمعه كده في نص ساعه ساعه. يبقى انت لميت الانجليزي كله، وربنا يكرمك اكيد هيجي منه حاجه في الامتحان. فده كان اخر حاجه احنا كنا عايزين نختم بيها السنه دي. ربنا يوفقكم ان شاء الله، وترفعوا راسنا وتفرحونا، ونسمع عنكم كل خير، ودايما تفتكرونا، وكل سنه وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.